هاي كريم، هلو. احكي لنا عن شخصية فريد في مسلسل النزوة. فريد المفروض ان هو جدع اوكي صاحبه جدا، وهو اللي صاحبه بيلجأ له وقت ما الدنيا بتبوظ خالص. اوكي، حضرت ازاي للدور؟ بصي، الدور ده كان المخرج الاستاذ امير رمسيس قال لي بص انا مش عايزك تمثل خالص، عايزك تطلع زي ما انت، شخصيتك زي ما هي، دون بلاي كاركتر، يعني ما تروحش بعيد عن اللي انت بتعمله في حياتك الطبيعيه، ان كان الوردروب بتاعي، ان كان طريقه كلامي، البادي لانجوج بتاعتي كده. سابني خالص، اداني السبيس بتاعي ان انا ابقى انا. اوكي، ف it was fine يعني. طب قول لنا ايه الحاجات بقى الكومن بين كريم وبين فريد؟ هن اكسكلود الحاجات الوحشه اللي فريد اللي طلع عليها ميمز والحاجات دي. I'm very honest في حياتي عامه، I'm an honest person، صريح جدا، بحب اصحابي جدا، supportive لاصحابي جدا. طيب احكي لنا على الاكسبيرينس بتاعتك مع خالد النبوي. شخصية ظريفة جدا، راجل مثقف جدا، مطلع جدا، عنده ثقافة سينمائية كبيرة جدا، وكان يعني كان فيري هيلبفل معايا في السينز بتاعتنا، لان احنا شغلنا كله مع بعض. فلا، حبيت التجربة معاه جدا. اوكي، طيب انت مثلت في مسلسل اسود فاتح، ومسلسل نصيبي واسمتك بالظبط، والنزوه بالظبط. قول لنا ايه اقرب كاركتر ليك؟ اقرب كاركتر ليا كان، بص انا كل حاجه بحب اقربها لحاجه في شخصيتي، يعني في نصيبي واسمتك هو كان واحد برضو بيحب يروح الجيم وبيحب يتمرن وكده، دي حاجه فيا. انا بحب اتمرن كل يوم، عندي الروتين بتاع تمريني، لازم اصحى اتمرن، ويعني بعيش هيلثي لايف ستايل. ده كان في نصيبي واسمتك فعلا، فدي كانت حاجه حسيت انها قريبه مني جدا. اسود فاتح كان المفروض ان هو اعلامي شبه فاسد، وانا كنت مذيع قبل كده. اوكي، يعني انا دلوقتي بحاول الكاركتر اللي تجيلي اقربها من previous life experience بالنسبه لي، او حاله انا عشتها. اوكي، طيب في روتين معين او حاجه بتعملها قبل كل دور؟ قبل كل دور لازم اقرا الدور كويس. على فكرة حتى لو دور صغير، يعني أنا في أدوار عملتها كنت طالع ضيف مثلا في مسلسل اختيار إجباري، كنت ضيف مع نبيل عبيد ونادية الجندي في سكر زيادة. أوكي، بس كنت I was very keen يعني إن أنا لازم الدور لما أخده أروح مذاكر محضر عشان حتى ما نعطلش الدنيا، يعني فاهمه. اوكي، لازم اعمل الواجب بتاعي، لازم اعمل الهوم ورك بتاعي يعني. اوكي، وساعات باخد ورك شوبس على الدور. اوكي، قبل ما ورش تمثيل يعني، قبل ما ببتدي. اوكي، طيب في دور عدته في نزوه؟ غلطت يعني واضطريت اعيد؟ لا، بصي اقول لك على حاجه، انا مش من النوع اللي بعيد كتير. ليه؟ هقولك ليه. لان انا كنت مذيع قبل كده، فاحنا المذيعين متعودين ان انت هتطلعي لايف، فلو خيشتي خلاص دي فورة، فدي حاجة متخزنة في عقلي الباطن، ما فيش لا مجال للغلط كتير يعني. اللي هو ايه، شوط. فمش من النوع اللي بقعد اعيد كتير، لا خالص، بدوس. طيب قول لنا ايه دور نفسك تمثله؟ بص انا عامه بحب قوي اقرا في السايكولوجي، فانا بميل اكتر للحاجات مش بميل يعني، كمشاهد حتى بحب الحاجات اللي هي بتبقى دارك شويه. يعني وبحب الحاجات اللي هي بتبقى بتتكلم عن العقد النفسية، وعلى فكرة كل واحد فينا عنده مشاكله.
أكيد. فبحب اتفرج على حاجات ريليتد للنفسانيات بقى، فاهم؟ اوكي. طيب لو في حد هتمثل معاه مش مصري؟ جينيفر جارنر. اوكي. بحب جينيفر جارنر قوي، بحب ان هي شكلها حلو طبعا، مع ان مش مركزين عليها على فكرة. بيحس ان يعني هي مش واخدة حقها في هوليوود. اوكي. فيري اثليتيك، رياضية جدا. ممثلة هايلة. بس مش واخدة البروباجندا الكافية. انا بحبها جدا. اوكي. ولو حد مصري من زمان قوي، يعني حد مش موجود دلوقتي من الممثلين الكبار؟ هند رست. اكيد. طيب قول لنا ازاي جات لك اول فرصة تمثيل؟ اول فرصة تمثيل جات لي، انا كنت بعمل وركشوب في امريكا. رجعت من الوركشوب، كان عندي واحد صاحبي في الجيم، كنا بناخد وركشوب في مصر. عارفه من الوركشوب في مصر، وبعدين انا كنت بتكلم معانا، رجعت من امريكا وهنشوف احتمال اعمل كارير شيفت من مذيع لممثل وكده. فقال لي انا جاي لي دور، وفي نفس الوقت انا بصور دور تاني معاه يعني، فمش عارفين ينسقوا المواعيد. فانا هرشحك للدور اللي جاي لي، لان لازم اختار واحد بس. رشحني فعلا، ورحت قابلت المخرج وعملت الدور. يعني الموضوع جاي صدفه جدا يعني. اوكي. طيب في اي مسلسلات او افلام تانية جايه قريب؟ في رمضان ان شاء الله، رمضان الجاي. مسلسل العمده من اخراج استاذ محمد سامي. في اي حاجه ممكن تقولها لنا على الشخصيه ولا لسه؟ بص، هي شخصيه بقى مختلفه خالص المره دي، ملهاش اي دعوه. يعني كل مره بقول بلاقي او الشخصيه اللي انا بلعبها ريليتد شويه لحياتي الطبيعيه، فيها جزء من حياتي. بس المره دي ملهاش اي دعوه خالص فعلا. اوكي. يعني لا، حاجه. اوكي. كريم، الكاردز اللي في ايديك دي من افلام اوكي مصريه، هتقراهم وتجاوب على كل واحده. ماشي. مين بنت عادل امام في فيلم عريس من جهه امنيه، ومين العريس ومين ام العريس؟ حلا شيحة. اوكي. العريس لا، هتقدم لها عرسان كتير صح؟ كان في منهم، انا فاكر كان في منهم احمد زاهر. اوكي. وشريف منير، هو ده العريس اللي بالزبط. خلص في الاخر يعني. وام العريس، ام العريس كانت لبلبه صح. نايس. مش انا عيد ميلادي النهارده من فيلم ايه؟ عادل امام. انا بقول دايما مش انا عيد ميلادي النهارده، عادل امام. كانت فيلم ايه؟ فيلم ايه يا ربي؟ حد يقول حاجه. طيب ايه؟ السفاره في العمار. السفاره في العمار. ايوه. اذكر 5 تماثيل كانت موجوده في المتحف في فيلم الحرب العالميه الثالثه. كان في اللي هو بيطلع الجيني بتاع مصباح علاء الدين. اوكي. كان لونه اخضر حتى. ايوه. اوكي. وكان في الفيس. ماشي. الفيس بريسلي. وكان في كيلوباترا. اوكي. فاضل صح، كان في كيلو فاضل استنى، وكان في كان في مين تاني؟ كان في حد حط له وشه لوحده، راسه لوحده. مين ده؟ كان صلاح الدين. صلاح الدين. ايوه صلاح الدين. صلاح الدين. ايوه. سان فيلم ده اتفرجت عليه من زمان. انت قلت مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين. علاء الدين بقى. علاء الدين طبعا، ما كانش فيه القرد. كان قول 5 اغاني لعمرو دياب. اوكي. به وحاه وبه وكاف بحبك. نفتكر الصيف اللي فات كنا بنقص على ايه؟ استنى. وبرج الحوت. عودوني. بحب عمرو دياب جدا على فكره. اوكي. وعودوني وتملي معاك. ماشي. وبعترف اني دي ايه؟ بعترف. اوكي. نايس. من قائل العبارة
انا ما بقيتش اخاف زي الاول، انا بقيت بخاف اكتر. علاء ولي الدين، محمد هنيدي. ماشي. من فيلم طير انت، احمد مكي عمل كام شخصية؟ خمسة، ستة، سبعة. 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 اوكي. تعرفهم؟ كان عامل الـ الـ الخليجي. اوكي. وكان عامل الحبوب اللي هو سوما. سوما العاشق. وكان عامل الـ الـ الولد المستر ايجيبت. اوكي. وكان عامل كان عامل ايه تاني؟ مش فاكر. زكريا الدرديري مدرس تاريخ وفرنساوي من فيلم ايه؟ الناظر. صح. يا سلام. من قائل العبارة فرفشني يا ببلاوي؟ فرفشني يا ببلاوي؟ ايه ده، انا عارفها ليه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ مين؟ هنيدي برضو. ايه يا جماعة انتوا بتحبوا هنيدي قوي النهاردة؟ ماشي. لا كده كتير عليا. لا اللي هو كان عامل فيه ست. ايوه. ايه بقى؟ يا انا يا خالتي. ايوه انا يا خالتي. ايوه صح. اوكي. ايه من قائل عباره شيماء يو ار ايه؟ سترونج. سترونج دي كانت ايمي سمير غانم في عسل اسود؟ لا مش هي كانت كلاس وكده؟ سترونج دي حسيت ان هي مش عايز. ايه طيب شيماء يو ار سترونج؟ شيماء يو ار سترونج. انا عارف. لا توترت. بنات العم. بنات العم.